من الميادين نحييكم أينما كنتم مشاهدين الأعزاء، وأهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة والمفتوحة لملحمة طوفان الأقصى، الثورة الكبرى التي ما زال الشعب الفلسطيني يسطرها بمواجهة الاحتلال المستمر في عدوانه على قطاع غزة بهمجية مطلقة، يدمر فيها المنازل، يحاصر بها المستشفيات، ويطلب من النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة مغادرة الأماكن التي نزحوا إليها، وهم الذين يقدر عددهم هذه الأيام بمليون نازح. في هذه التغطية المستمرة مشاهدينا، والتي نرصد فيها أيضا حال الجبهة مع جنوب لبنان، حال الجبهة الشمالية لفلسطين المحتلة، والتي على ما يبدو أنها يوما بعد آخر تؤرق الاحتلال أكثر وتدفعه إلى إعادة حساباته على ما يبدو حتى هذه اللحظة. سنواكب أيضا التطورات من هناك بعد استمرار العمليات التي تنفذها المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله. في هذه التغطية، في هذا الجزء من هذه التغطية، ستكون معنا شبكة مراسلين من غزة أكرم دلول، من رام الله نسرين سلمي، من جنوب لبنان علي مرتضى، ومعنا من لندن مشاهدينا مدير المركز الأوروبي لدراسات التطرف في جامعة كامبريدج الدكتور مكرم خوري مخول، ومعنا من جنوب فلسطين المحتلة الصحفي باسم زيداني. أهلا بكم جميعا الزملاء وأستاذ مكرم. والبداية بطبيعة الحال مع غزة، صمود أهل غزة، مواجهة أهالي غزة ومعاناة أهالي غزة بفعل استمرار الحصار ووصول القصف إلى القرب من المستوطنات. ولكن قبل ذلك أكرم، الآن صفارات الإنذار تدوي في بيت شمش قرب القدس المحتلة، هي رسالة من المقاومة الفلسطينية بعد كل هذا القصف بأننا ما زلنا نمتلك القدرة على الوصول إلى أي نقطة نريد أن نصل إليها في فلسطين المحتلة. يعني بالتأكيد هذا ما كنت عبد الرحمن أود أن أبدأ به. هناك رشقة صاروخية كبيرة انطلقت يعني من أكثر من مكان في قطاع غزة كرد على ما يبدو على المجازر المروعة التي صعدت منها إسرائيل خلال الساعات الماضية. نتحدث فقط في هذا المستشفى هناك 116 شهيدا ارتقوا منذ منتصف الليلة الماضية، فيما يدور الحديث عن أعداد كبيرة من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل التي دمرتها آلة الحرب الإسرائيلية. هناك يعني حقيقة كثافة غير مسبوقة لعمليات القصف والاستهداف. مشاهد الأطفال الشهداء يعني تبدو مروعة. الحزن هنا يخيم على الجميع رغم حالة الصمود، لكن إسرائيل تسعى للانتقام، وعبر هذه الحرب، حرب الإبادة الجماعية، يعني تحاول أن تضغط على الحاضنة الشعبية للمقاومة الفلسطينية. ما أن تأتي سيارة إسعاف تنقل جرحى ومصابين، حتى تأتي المزيد من السيارات لتنقل يعني أيضا شهداء وجرحى، إلى حد أن سيارات مدنية وحتى عربات الكار والتي تجرها الحمير أعزكم الله بدأت تشارك في عمليات نقل جثامين الشهداء. هذا المشهد غير مألوف بالنسبة لأهالي غزة، ولكن طبيعة المجازر وتزامنها وهذا العدوان الذي يأخذ مع مرور الساعات منعطفات هي الأخطر على الإطلاق، تدفع هؤلاء الناس للمشاركة في عمليات الإنقاذ وكذلك ذلك عمليات نقل جثامين الشهداء. نحن نتحدث عن يعني عدد قليل جدا من سيارات الإسعاف التي تعمل. هي في نهاية المطاف يعني يبدو أن الطاقة أضحت فوق يعني الخيال. نتحدث عن استهدافات يعني بشكل متزامن وفي أكثر من مكان في نفس المحافظة، وبالتالي هناك إرباك وضغط كبير حتى على مشفى شهداء الأقصى، هذا المشفى الوحيد الذي أضحى يعج بجثامين الشهداء، ومع كل ساعة يتم تشييع هؤلاء الشهداء في مقابر جماعية. للعلم أيضا أن بعض هؤلاء الشهداء يتم دفنهم دون يعني التعرف على هوياتهم، بمعنى أنهم ما زالوا مجهولون، وهذا يرجع بالتأكيد إلى عدم قدرة الأهالي على التواصل فيما بينهم في ظل قطع إسرائيل شبكات التواصل بين قطاع غزة. حقيقة يعني بين اللحظة والأخرى نرى مزيد من العائلات المصدومة بما جرى مع أطفالها، و يعني في دير البلح تحديدا هناك من الليلة وحتى اللحظة ما لا يقل عن 10 مجازر ارتكبتها إسرائيل، ومعظم الشهداء الذين يأتون هم يعني أطفال. وحقيقة قبل قليل كان الزميل أحمد يوثق لكم بعض من المشاهد التي تؤكد استخدام إسرائيل أسلحة محرمة دوليا. هناك يعني أشلاء ممزقة للشهداء والصور يعني لم يعد بإمكاننا أن نحتمل استمراريتها، لكن الغضب الفلسطيني هنا يبدو
كبيرا حقيقة عبد الرحمن على وقع هذا العجز العربي الذي يعني يقول الفلسطينيون أنه يمثل غطاء إلى جانب المشاركة الأمريكية الغربية في هذا العدوان. الكل هنا يتحدث عن ضرورة وقف هذا العدوان بشتى الوسائل والطرق، خاصة وأن إسرائيل يبدو أنها لا تلتفت لشيء، تستهدف المساجد، المدارس، تستهدف حتى مراكز الإيواء، تستهدف يعني السيارات، تستهدف المخابز. هناك 15 تجمعا تقول يعني الجهات الرسمية في غزة تم استهدافها منذ بداية هذا العدوان، منها طوابير لأناس كانوا ينتظرون على بوابات بعض المخابز، حتى المقاهي، حتى المطاعم، يعني كل شيء. يعني لم يعد بإمكان أي أحد في غزة أن يشعر بالأمان حتى ولو داخل مركز إيواء. لكن إسرائيل بالتأكيد تبدو ماضية أمام هذا الغطاء وأمام هذا يعني الصمت الدولي، وللأسف العجز العربي بحسب ما يقول الفلسطينيون هنا. ما تفضل به الزميل أكرم دلول قبل قليل مشاهدينا، سنحيله للدكتور مكرم خوري مخول معنا من لندن. دكتور مكرم، أريدك أن تعلق على ما تفضل به زميلنا أكرم دلول. هو تحدث عن مفارقة كبيرة، هو قال في بداية رسالته بأن المقاومة أطلقت رشقة صاروخية بحسب ما تم الإعلان عنه من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن الصواريخ وصلت إلى بيت شيمش في القدس المحتلة. ما يعني كيف يمكن أن نصف هذه القدرة بالنسبة للمقاومة الفلسطينية على الاستمرار بإطلاق الصواريخ بهذه المديات بالرغم من كل هذا القصف وهذا الدمار الذي نرى أثاره الآن على شاشة الميادين من غزة؟ وفي المقابل كيف يمكن توصيف ردة الفعل الإسرائيلي الذي يستهدف كل شيء تقريبا في غزة، حتى المستشفيات؟ كنا شاهدنا صباحا مع الزميل أحمد غانم أيضا كيف بات يقصف بالقرب من المستشفيات القليلة التي ما زالت تعمل حتى هذه اللحظة. بوضوح ممكن أن نتكلم عن عمليتين بمسارين يعني متوازيين. العملية الأولى التي لم تتوقف هي عملية طوفان الأقصى أو طوفان القدس، وهي أعمال المقاومة التي ما زالت تمارس كل ما أوتي لها من عتاد وخطط، وتوجه الضربات الصاروخية نحو العمق، عمق الاحتلال الإسرائيلي. هذه من ناحية واحدة لم تتوقف على الإطلاق منذ 7 أكتوبر، ولكنها الآن محسوبة أكثر، وذلك بسبب رد فعل الاحتلال الإسرائيلي. من ناحية ثانية نحن نشهد اليوم، أستاذ عز الدين دعنا نكون واضحين وبدون أن يعني نتلعثم، ما نشهده الآن من قبل الاحتلال الإسرائيلي هو عدوان إبادة جماعي. وأنت تتحدث دكتور مكرم، أعذرني على مقاطعتك، ولكن لأنه أنت تتحدث الآن وتأكيدا لما تتفضل به هو استخدام هذه العربة التي يجرها الحمار مشاهدينا كما نشاهد هذه الحال الآن في غزة، استخدام هذا النوع من العربات حتى لنقل على ما أعتقد جثامين شهداء، لا أعرف إذا كان هذا صحيح أو لا، جثامين شهداء يتم نقلهم أيضا ونشاهد هذا العدد الكبير دكتور مكرم، وبالتوازي نشاهد أيضا العاجل الوارد على شاشة الميادين أنه المقاومة الفلسطينية يعني بالرغم من محاولات إسرائيل لخنق غزة، لتدمير غزة، لتدمير إرادة أهل غزة، نشاهد هذا الإصرار من أهالي غزة على المقاومة، والمقاومة الآن تطلق رشقة صاروخية باتجاه أسدود وكريات ملاخي وكريات جاد وبيت شيمش. نعم، إذن نحن نتكلم عن مسارين. المسار الثاني الذي يقترفه الآن الاحتلال الإسرائيلي هو عدوان إبادة ضد أهالي قطاع غزة، ضد الشعب الفلسطيني 2.3 مليون. هذه الإبادة اليوم تحصل أمام العالم كله على الملأ، أمام الشاشات ووسائل التواصل الاجتماعي. أخلاقيا لن يستطيع أحد بالعالم أن يقول لم نعرف، ولن يستطيع أي مسؤول غربي أو عربي أو أي مسؤول في أي جهاز سياسي في العالم أن يتنصل من هذه المحرقة والإبادة التي تحصل أمام شاشة هاتفه أمام عينيه. ولن أريد أن أكون مثل الباحث الذي ذهب وبحث عن قصاصة الرسالة التي أرسلها الراحل الشهيد البطل الفلسطيني عبد القادر الحسيني عندما أبرق للرؤساء العرب طالبا منهم الأسلحة وكيف أنهم خذلوه.
أستاذ عز الدين، وبما أننا الآن نسارع الوقت ولا أريد أن أدخل هنا بنظريات علمية ومحاضرات أكاديمية، أستاذ عز الدين، أنا كعربي إنسان فلسطيني أكاديمي مفكر جماهيري علي واجب أخلاقي، أنا أدعو هنا ومن منبركم الكريم وقناتكم الغراء كل الزعماء العرب وبالتحديد زعماء الخليج وبالتحديد ملك العربية السعودية وبالتحديد ابنه محمد بن سلمان أن يجري الآن أن يطبقوا سلاح النفط ضد أمريكا الشريكة في هذه المحرقة وضد الاتحاد الأوروبي الذي أنا أسكن فيه. نعم، آن الأوان الآن أن يقوم ملك العربية السعودية وكل رؤساء مشيخات النفط وكل الرؤساء العرب أن يطبقوا الآن سلاح النفط. لمن هو سلاح النفط؟ من يملك سلاح النفط؟ كيف يمكن أن يطبق سلاح النفط؟ إذا لم يطبق الآن سلاح النفط والمقاطعة متى سيطبقونه؟ هل هو موجود سلاح النفط فقط للحفاظ على عروشهم؟ الآن يجب تطبيق سلاح النفط ضد أمريكا وكل مع أمريكا وكل من يقف ضد هذه المحرقة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يقتل أمام أعينكم. هذه مجزرة متكررة لا بل جزء. دكتور، هذا ممكن؟ قد يقول لك البعض أنه هذا الاقتصاد العالمي والنفط يرتبط أيضا باقتصاد هذه الدول، وبالتالي هذا صعب عليها أن تقوم باستخدام هذا السلاح الذي استخدم سابقا إبان حكم الملك فيصل. طبعا أنا أعتمد على هذا الاستخدام أمام، طبعا في تلك الوقت قام الملك فيصل الذي اتخذ خطوة رائعة علمت الغرب درسا ويعني عزلت مجرى التاريخ بشكل أو آخر عما أراده الغرب بالتحديد الغرب الرسمي الجماعي. لما لا يقوم الآن، وأنا أتوجه إليه مباشرة وقد يشاهدنا محمد بن سلمان وهو شاب، أولئك الشباب يقتلون، هم في جيلك، شعبك، الشعب في السعودية مع الشعب الفلسطيني. أنا أتوجه إلى محمد بن سلمان وأقول له قم واتخذ سلاح النفط الآن وكن زعيما عربيا وريثا لهذا القرار الذي اتخذه الملك فيصل، وقد في هذه المرحلة وفي هذا الظرف المصيري الذي لم نشهد مثله منذ نكبة 48 وليقم وليقود العالم العربي والعالم الإسلامي وأحرار العالم. انظروا إلى شوارع العالم، ملايين خرجت إلى الشوارع تعبر عن دعمها مع الشعب الفلسطيني ولا يتكلمون حتى عن المقاومة. دكتور مكرم، أنا سأعود لهذه النقطة تحديدا، لأنه أيضا ما حصل بلندن بالأمس كان كبير جدا والمشهد كان هائل في شوارع العاصمة لندن بالرغم من قرار حكومة ريشي سوناك الوقوف إلى جانب إسرائيل من دون أي سؤال. وسنتحدث عن الكثير من النقاط معك لأنه هناك الكثير من النقاط الهامة أيضا التي تحتاج إلى تحليل، ولكن نشير مشاهدينا إلى أن هذه المشاهد التي نراها الآن هي لإحدى العوائل أيضا في قطاع غزة، هذه العوائل التي تتعرض لمجازر إبادة، مجازر إبادة بشكل كامل. هناك اليوم في غزة عوائل تتعرض للإبادة الكاملة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بقصفه للمنازل وللبيوت من دون أي إنذار، من دون أي تحذير، يقوم بالقصف بقصف هذه المنازل على رؤوس ساكنيها وقاطنيها في قطاع غزة من دون أي إنذار، مع أنه الإنذار سابقا كان يتم عبر الصواريخ، كان هو ينذر عبر صواريخ من طائرات الاستطلاع ثم تقوم الطائرات الحربية الإسرائيلية بتدمير هذه المنازل على رؤوس ساكنيها. هذه المرة حتى بالصواريخ ليس هناك تحذير وليس هناك إنذار. هذا في غزة. ماذا عن الوضع في رام الله؟ ماذا عن الوضع في الضفة؟ هناك أيضا تحركات ومسيرات كانت بالأمس، اليوم كيف هو المشهد زميلتنا نسرين سلمي في رام الله والضفة؟ مع التذكير أيضا مشاهدينا والإشارة إلى أن هناك وقفة تضامنية في الجزائر. الوقفة التضامنية على كل حال أيضا في الكثير من المدن والعواصم العربية تكاد لا تتوقف بشكل يومي، وحتى في أوروبا وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية. في رام الله في الضفة كيف هو الوضع نسرين سلمي؟
الوضع في الضفة الغربية متوتر، هناك 5 شهداء ارتقوا اليوم في اقتحامات لقوات الاحتلال على مدن الضفة الغربية المختلفة. أبرز هذه الاقتحامات كان في بلدة قباطية التي حاصرت فيها منزلين وبدأت بإطلاق الرصاص باتجاه المنزلين، مما أدى إلى إصابة أحد الأسرى الذين كانت تطالب إسرائيل باعتقالهم، الأسير صلاح أبو زلط. حاصروا منزله وأطلقوا رصاص، يعني وجد في المنزل أكثر من 50 رصاصة عند انسحاب قوات الاحتلال. الأسير أصيب برصاصة بالرأس وتم اعتقاله، عائلته حتى هذه اللحظة لا تعرف شيء عن مصيره، قوات الاحتلال أخذته وهو مصاب، لا يوجد أي معلومات حول وضعه الصحي رغم أن الإصابة كانت بالرأس. في نفس المكان في قباطية قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على الشباب الفلسطيني في البلدة، استهدفتهم بالرصاص الحي فأصيب شاب آخر برصاصة بالصدر، وتم الإعلان على الفور عن ارتقائه، هو الشاب عبيدة كميل من قباطية. قوات الاحتلال انسحبت من قباطية بعد القيام بعملية اعتقال طالت الشابين يوسف نزال وصلاح المصاب. بعد ذلك كان هناك عملية اقتحام للبلدة أو المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، تحديدا مخيم عسكر الجديد، أيضا اقتحمته بعدد من الأليات العسكرية، أطلقت الرصاص الحي باتجاه الشبان، أصابت أحد الشبان برصاصة بالرأس واستشهد على الفور. الحال نفسه في طمون التي أيضا شهدت مواجهات أثناء حملة اعتقالات لعدد من الشبان المقاومين، أصيب شاب آخر بالرأس وارتقى شهيدا. في جنين في هذه الأثناء يتم تشييع شهيدين ارتقيا بقصف قوات الاحتلال لمسجد الأنصار الذي دمر عن بكرة أبيه. قوات الاحتلال قالت أنها استهدفت نفقا أسفل المسجد، فعلا الصاروخ نزل وهدم المسجد ووصل إلى ما أسفله. الشهيدين أخرجا من تحت الأنقاض، شهيدين محمد عابد ومحمد أبو علي. محمد أبو علي من سلفيت وعلى ما يبدو أنه لجأ إلى المقاومة في جنين للاحتماء. قوات الاحتلال أطلقت الصاروخ بدون تحذير ومن دون سابق إنذار وتم يعني اغتيال الشابين. الآن يتم تشييع جثمانيهما في مخيم جنين، وأيضا جثمان شهيد قباطية الذي ارتقى وجثمان الشهيد في مدينة نابلس وفي بلدة طمون. يتم تشييع جثمين الشهداء الخمسة في أنحاء الضفة الغربية التي تحاصرها إسرائيل بشكل كبير، تضع البوابات والحواجز العسكرية وتقوم بتفتيش الذين يحاولون التنقل من مدينة إلى مدينة، تقوم بضربهم والاعتداء عليهم، والأهم من كل ذلك هي مصادرة أجهزة الهواتف ويعني مراقبة ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، على مجموعات الأخبار تقوم بتفتيش الهواتف رغم أن ذلك مخالف للقوانين. لكن إسرائيل تستغل قانون الطوارئ وقانون الحرب للقيام بمثل هذه الإجراءات بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية. إذن هكذا هو الوضع مشاهدينا في عموم الضفة الغربية، وتوافينا الزميلة نسرين سلمي أيضا يوميا بهذه التطورات، هي المتواجدة في رام الله. هكذا هو الحال إذا مشاهدينا في الضفة. ماذا عن الوضع في جنوب لبنان؟ لأنه منذ ساعات الصباح الأولى زميلنا علي مرتضى وهناك استكمال لعمليات المقاومة الإسلامية في لبنان، حزب الله باتجاه مواقع الاحتلال الإسرائيلي، وعلى ما يبدو بحسب ما نرصد من الإعلام الإسرائيلي النسق متصاعد ومؤلم بالنسبة للاحتلال. نعم، يعني جبهة لبنان فتحت، هناك معركة تحدث على قدم وساق منذ أكثر من أيام، وباتت الأمور واضحة بأن العمليات العسكرية التي سوف تستهدف الجنود الإسرائيليين سوف تستمر بهذا النسق ما استمرت الحرب في غزة، وهذا واضح إن كان من تصريحات القيادة السياسية في حزب الله وإن كان من العمليات العسكرية التي تحدث على الأرض. وبالنار يترجم هذا الأمر، مثلا حتى اللحظة رصدنا ما يقارب استهداف 4 مواقع عسكرية، موقع العباد، موقع مارجليوت، موقع رويسات العلم، وموقع مسكف عام. طبعا مرجليوت هي ثكنة هونين المحتلة. إذن هذه الاستهدافات تنوعت بين استهدافات بالصواريخ الموجهة والتي أطلقت على أهداف لم نستطع تحديدها نحن، ولكن الإعلام الإسرائيلي تحدث عن استهداف آليات إن كان في مزارع شبعة وإن كان في ثكنة هونين، حينما تحدث المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صواريخ أو صاروخ مضاد للدروع. أما
في موقع العباد فقد تعرض هذا الموقع لضربات عديدة بالأسلحة المناسبة والمباشرة استهدفت الأجهزة التقنية فيه، واعترف الجيش الاحتلال بأضرار كبيرة وقعت في تجهيزات الجيش داخل هذا الموقع، وتحدثوا عن إطلاق 3 صواريخ موجهة من لبنان. كذلك واستكمالا إلى تحييد الأجهزة التجسسية وأجهزة الجمع الحربي الموجودة في المواقع العسكرية على طول الحدود مع لبنان، قامت المقاومة الإسلامية باستهداف الأجهزة التجسسية في موقع مستعمرة مسكف عام. وطبعا الإعلام الإسرائيلي تحدث ووصف الهجوم بأنه إطلاق نار كثي. في المقابل العدو الإسرائيلي وكما جرت العادة قام بالقصف على أطراف البلدات المقابلة لهذه المواقع التي تعرضت للهجوم، حيث قام بقصف مرتفعات حلتة هنا خلفي حينما تعرض موقع رويسات العلم للاستهداف، وكذلك طرف أو عفوا قصف أطراف بلدة حورة حولة، وسجل أيضا انفجار صاروخ اعتراض جوي إسرائيلي في أجواء بلدتي طلوسة ومركب. هذه هي الأوضاع الميدانية على الأرض. واضح بأن الإجراءات العسكرية الإسرائيلية على طول الحدود هي إجراءات يعني شديدة للغاية. الجنود الإسرائيليون بكل صراحة إذا ما أردنا توصيف الوضع، الجنود الإسرائيليون يختبئون، يعني مجرد ما يتم رصد أي تجمع للجنود يتم استهدافه، ولكن هذا الأمر يسير كما ذكرت بوتيرة متصاعدة ومتصاعدة خلال النهار، يعني هي متصاعدة من يوم إلى آخر ومتصاعدة خلال النهار. دائما فترة بعد الظهر تشهد هجومات عديدة على أكثر من موقع، ما يربك الإسرائيلي ويضعه في موقع الدفاع. إذن هكذا هو المشهد مشاهدينا من جنوب لبنان كما ينقله لنا الزميل علي مرتضى. هذا مشهد ميداني عسكري. المشهد الشعبي المتواصل المستمر هو طوفان شعبي نراه أيضا في الأيام الأخيرة. ننقله الآن من الجزائر في هذه الوقفة التي يتحدث بها أيضا أحد المنظمين، ومعنا من هناك الزميل سفيان مراكشي لينقل لنا أجواء هذه الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني تحديدا أهالي غزة في هذه الأيام. إذن سفيان، ماذا في تفاصيل هذه الوقفة؟ بموجبها السيد الوزير تغطية وسائل الإعلام الجزائرية للعدوان على غزة بالمهنية والاحترافية، وقال في السياق نعم عز الدين، هذه الوقفة لرجال الإعلام الجزائريين هنا في دار الصحافة طاهر جاوود، والآن هم يتلون في هذه اللحظات يتلون بيانا باسم الصحفيين الجزائريين الذين قدموا من مختلف وسائل الإعلام الجزائرية المكتوبة منها والمسموعة والتلفزيون لكي يسمعوا صوتهم المتضامن مع الصحفيين الذين استهدفتهم آلة القتل الإسرائيلية سواء في قطاع غزة أو في جنوب لبنان على الحدود. رفعت كثير من الشعارات كما نحاول أن ننقلها الآن، الصحافة الجزائرية مع الصحافة الفلسطينية، بالروح بالدم، نفديك يا أقصى الصهيوني، يا جبان، يا قاتل الأطفال، فلسطين أمانة وتطبيع خيانة، الصحفيون في غزة شهداء الحقيقة، هنا غزة، هنا الجزائر، أهل غزة، أهل العزة، أنتم قلوبنا، لا لقتل صحفيين فلسطينيين، الصحفيون الفلسطينيون يستغيثون الجزائر، فلسطين موت واحد وحياة واحدة. في هذه الشعارات المرفوعة هنا أمام دار الصحافة في الجزائر طاهر جاوود، أراد يعني رجال الأعلام في الجزائر بمناسبة اليوم الوطني لحرية الصحافة أن يسمعوا صوتهم المتضامن مع زملائهم الذين هم في الثغور وعلى يعني على الجبهات ينقلون صورة الحقيقة ويفندون آلة الدعاية الغربية والإسرائيلية التي نفثت سموم الكذب والافتراء وقلبت الرأي العام الدولي على الإنسانية كما يقولون، حتى أنه اليوم تم الاتفاق مع أكثر من 30 عنوانا من الصحافة الجزائرية الصادرة اليوم تحت عنوان واحد موحد سواء باللغة العربية أم بالفرنسية، الصحافة أو غزة، الصحافة أو الحقيقة تغتال، هكذا كان عنوانا موحدا في الصحف الجزائرية اليوم الصادرة. وتضاف إليها هذه الوقفة التضامنية بمناسبة اليوم الوطني للتضامن أو لحرية التعبير في الجزائر. وكذلك نقول بأن رجال الصحافة كانوا قد أصدروا عديد البيانات خاصة النقابات التي تدين آلة القتل الإسرائيلية في غزة وتدين كذلك آلة الدعاية الغربية التي أسقطت كل الأقنعة وكل معاني التضامن أو الإنسانية أو حرية التعبير أو المهنية أو كل ما كانت تتغنى به الصحافة الغربية التي انفضحت صراحة في في الرواية الأخيرة التي سوقت بقتل الأطفال. عزيزي، فاليوم صحافة
الصحافة الجزائرية. أريد أن أنقل جانب ربما من هذه الكلمة الغاضبة لهذا الزميل الصحفي الذي يتحدث عن آلة الدعاية وتزوير الحقيقة. وموقف كل عام وأقلامكم وأصواتكم تساهم في صناعة انتصارات الشعب الفلسطيني. كما نثمن قرارات السيد رئيس الجمهورية إرسال مساعدات إنسانية عاجلة لغزة وبالتحفظ على المشاركة في قمة مصر للسلام، ونعتبر هذه الخطوة الإنسانية والأخوية التي تدل من جديد على موقف الجزائر المتقدم في الدفاع عن الحق الفلسطيني والوقوف إلى جانب الشعب الذي يتعرض لجرائم حرب في معركة دفاعه القدس والأقصى في الوقت الذي ينتظر فيه شعبنا في غزة من عمقنا العربي والإسلامي تدخلا عاجلا. وفي الأخير ندعو من هذا المنبر مرة أخرى المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى ضرورة توفير الحماية الكافية للصحفيين ودعوة المحاكم الدولية المعنية إلى محاسبة مجرمي الحرب المسؤولين عن هذه الجرائم. تحيا الجزائر والمجد والخلود لشهداء الصحفيين الجزائريين والفلسطينيين. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم إذن هذه الكلمة كانت في هذه الوقفة للصحافة الجزائرية تضامنا مع الشهداء الصحفيين إن كان في فلسطين المحتلة مشاهدين أو الذين ارتقوا أيضا في جنوب لبنان. دكتور مكرم، لدينا مجموعة من التطورات، لدينا مجموعة من العناوين التي يجب أن نفصل فيها، ولكن سأبدأ من جنوب لبنان. ولكن قبل أن نتحدث في الشق الميداني وأهمية هذا الشق، أريد أن نعرج معك على ما قاله اليوم النائب عن حزب الله السيد حسن فضل الله في مؤتمره الصحفي، وتحديدا ما يتعلق بالأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، لأنه كثر يسألون اليوم لماذا لا يطل الأمين العام لحزب الله. النائب فضل الله قال بأن السيد نصر الله يتابع ساعة بساعة مجريات المواجهة في الجنوب وغزة ويشرف على إدارة المعركة مع القادة الميدانيين بشكل مباشر، وأضاف بأن عدم إطلالة السيد نصر الله الإعلامية هي جزء من إدارة المعركة. كيف يمكن أن تكون عدم إطلالة السيد نصر الله أو إطلالة السيد نصر الله، يعني إذا حصلت أو لم تحصل، جزء من إدارة هذه المعركة بمواجهة الاحتلال؟ نحن نتكلم وبصراحة هنا من منطلق علمي أيضا، ونفسر أن إطلالة أو عدم إطلالة السيد حسن نصر الله هي بالفعل جزء كبير، لربما أكبر جزء في الحرب النفسية وإدارة المعركة. أنا لا أعرف السيد حسن نصر الله، ولكن من دراسة تاريخ إدارة الحروب، ولست بعيدا من غرفة عمليات إدارة الحرب العالمية الأولى والثانية هنا في لندن، أقول لكم أن الزعماء لا يخرجون صباح مساء للتحدث إلى الشعب والجمهور. هناك العديد من الناطقين يخرجون ويتقلدون هذه المناصب، وبالتحديد بكل ما يتعلق بظهور أو عدم ظهور أو تكتيك إدارة المعركة من قبل السيد حسن نصر الله، ففي ذلك بالتأكيد حكمة وحنكة سياسية كبيرة، لأن السيد حسن نصر الله حتى بدون حزب الله هو لاعب أساسي ورئيسي في إدارة حرب الأعصاب. أنت لا يمكن، يعني أنا ليعذرني كل الذين يجلسون في الصالات والمتضامنين، وأنا أتفهم ووصلتني عدة رسائل تقول طيب أين السيد حسن نصر الله؟ لماذا لم يتكلم؟ لماذا لم يظهر؟ أحيانا إدارة المعركة تكون في عدم ظهورك فيها على الشاشات، لأنك لا تريد أصلا أن تقول للطرف الآخر وللعدو ما هي خططك، كيف تبدو، ما الذي تفكر فيه، كيف تشعر. هذه أمور تتعلق في عمق إدارة
غرفة العمليات، وليس من المعقول عقلانيا وأكاديميا وعلميا أن يطلب من السيد حسن نصر الله أن يدير المعركة إعلاميا. هذه يعني مجرد شعارات عاطفية ممكن أن نقول للجميع أنهم يعني مفهومين ومفهومة مطالبهم العاطفية والصادقة، لكن هذا شيء، وإدارة المعركة الباردة شيء آخر. يجب أن لا تخضع لأي اعتبارات عاطفية، وللأسف حتى البكاء ومشاهد متعددة. وأنا متأكد أنه من هذه الإدارة للمعركة فإن السيد حسن نصر الله يديرها بعدم ظهوره، وعندما يظهر سيكون له ما يقوله، وإن لم يظهر قد يقوله بواسطة وسائل أخرى قد نراها قريبا. دكتور مكرم، في هذا الوقت نشاهد أنه الحدود، حدود فلسطين المحتلة الشمالية مع جنوب لبنان، تشهد عمليات عسكرية يومية وبنسق تصاعدي مستمر. في الوقت نفسه أيضا نشاهد أنه نسق العمليات ضد التواجد الأمريكي في العراق وسوريا يتصاعد أيضا بشكل مستمر. إلى أي مدى يمكن القول أنه هذا النسق من العمليات يرتبط أيضا مباشرة بتطورات ما يحصل في غزة على مستوى المواجهة المفتوحة بطبيعة الحال بين المقاومة الفلسطينية من جهة والاحتلال الإسرائيلي؟ لا شك لدي، يعني عين الأسد دكتور، تخيل أنه قاعدة عين الأسد، هذه القاعدة التي يتغنى بها الأمريكيون، ربما هي الأكبر في الشرق الأوسط، ربما حتى يقول بعض أنها الأكبر في العالم، شبه يوم استهداف قاعدة الأسد منذ أيام حتى اليوم. نعم أستاذ عز الدين، فقط من متابعة بانورامية سريعة للأخبار من المناطق المتعددة في العالم العربي، نستشف أن هناك تنسيقا عاليا ومتكاملا وتشابكا مترابط بين كل عناصر جبهة المقاومة، إذا كان ذلك في العراق أو اليمن أو سوريا أو لبنان أو فلسطين أو أماكن أخرى. لا يمكن إلا أن نربط، وحتى أنني ممكن أن أرى من هذه المشاهدة تنسيق بالوتيرة، ليس فقط باختيار الأهداف وبنك الأهداف، لأنني أرى تماما بنك الأهداف وأنه لم تتوقف، ومنذ أسبوعين عمليات المقاومة من الجبهات المتعددة. ولكن التنسيق أيضا حسب رأيي ومن هذه المشاهدة هو تنسيق بالوتيرة، بالعملية التراكمية، ولكن ليس هناك لا تخفيض ولا تصعيد، هناك وتيرة لغاية اتخاذ قرار ممكن بشن الحرب. وهذا أمر وارد دائما، لأنه حسب رأيي أستاذ عز الدين اليوم نحن نقف وما زلنا نقف على ميزان 50% 50% حرب ولا حرب، وهذه المعركة مستمرة. وبما أن الاحتلال الإسرائيلي يعرف تماما أنه إذا فتحت الجبهة الشمالية من طرف حزب الله بالتحديد فوضعه سيكون قاسيا وتعيسا، لا بل تراجيديا جدا. وبالتالي لو كان يريد الدخول باجتياح بري لشمال قطاع غزة عبر بيت حنون لكان دخل، ولكنه لن يدخل مع قرع الطبول ووسائل الإعلام التي ستحتل قطاع غزة. حسب رأيي سيتخذ، وذلك استنادا للتهديدات من جبهة المقاومة ومن الجبهة الشمالية ومن حزب الله بالتحديد، واستنادا للرأي العام العالمي المندد بهذا العدوان الإبادي، سيختار الاحتلال الإسرائيلي ما يسمى بالإنكريمنتال بروسيس، عملية التصاعد التدريجي بالعمليات الإبادة في قطاع غزة واحدة بعد الأخرى، لكي يحاول السيطرة، يحاول أقول أن هذه محاولة، إن نجح أو لم ينجح هذه مسألة أخرى، ولكن لكي يحاول السيطرة على يعني أمتار معينة أو كيلومترات معينة من شمال القطاع. ولكن أستاذ عز الدين، وبما أنني أعرف قطاع غزة شبرا شبرا وحارة حارة، أعتقد أنها حتى لو قام بتنفيذ محرقة وعدوان إبادي ستكون هذه المناطق في قطاع غزة ستكون مقبرة جماعية لكل من سيدخل من قوات الاحتلال إلى قطاع غزة، إلا إذا ضرب قنبلة نووية واختفت قطاع غزة
من الوجود كبقعة ديمغرافية جغرافية، وأنا أستبعد ذلك مع أن الاحتلال لا يهمه شيء ولا قانون دولي ولا تأثير عالمي، ويفعل ما يشاء ويقترف من الجرائم ما لم نتخيله. بالأحرى أستاذ عز الدين، أقول لكم وأنا أقول لكل الزملاء والأصدقاء الغربيين، وقلت لهم أن الاحتلال الإسرائيلي أحفاد محرقة أوروبا تبنوا صفات أولئك النازيين الأوروبيين الذين نفذوا المحرقة ضدهم، وهم الآن سيكولوجيا وعسكريا ينفذون المحرقة ضد ضحاياهم الفلسطينيين. هذه مسألة يجب أن يعرفها الجميع، أن أحفاد اليهود الأوروبيين ينفذون محرقة ضد الشعب الفلسطيني، والشعب الفلسطيني أصبح ضحية لضحايا الأوروبية. وأحمل كل مسؤول أوروبي وبريطاني، أنا كشخص بريطاني كمواطن بريطاني أحمل حكومتي أنها بشكل أو آخر تتواطأ مع جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني وجرائم ضد الإنسانية، لا بل حرب إبادة عدوانية، وكلهم سنراهم في العدالة، سيجلبون إلى محكمة الجنايات الدولية، ولو في آخر رمق سنجلبهم إلى طبيعة الحال. دكتور مكرم، سنعود إلى موضوع الحكومة البريطانية بعد قليل، لأنه كما ذكرت لك في هذه التغطية أريدك أيضا أن تشرح لنا ما حصل بالأمس، هذا المشهد الكبير، كيف تأثر هذا الشارع البريطاني ونزل في شوارع لندن بمشهد مهيب جدا. ولكن نعود إلى جنوب فلسطين المحتلة مشاهدينا، إلى محاذاة قطاع غزة، حيث يتواجد هناك الزميل الصحفي باسم زيداني لينقل لنا أيضا المشهد من هناك. أنتم تطلون الآن باسم على قطاع غزة من النقطة التي تتواجدون فيها. الاحتلال كان في المناطق التي تتواجدون فيها يعزز من حضوره في الفترة الماضية. الآن كيف يبدو المشهد مع استمرار إطلاق الرشقات الصاروخية من غزة باتجاه الأراضي المحتلة؟ يعني كما ذكرت، الجيش الاحتلال يعزز وجوده في مناطق الجنوب وبالتحديد في محاذاة قطاع غزة. منذ ساعات الصباح نحن نسمع غارات عنيفة جدا تطلق باتجاه القطاع، سواء كانت من طيارات الطائرات الحربية في باتجاه القطاع أو من مدافع الدبابات. يعني حتى اللحظة الأجواء هي غارات متتالية ومتتالية نسمعها هنا من الحدود الشمالية لقطاع غزة من الخارج، من مستوطنة سديروت تحديدا. قبل قليل كان هناك بلاغ عن صفارات إنذار بمحاذاة جبال القدس ومستوطنة بيت شمش والسهل الساحلي في مناطق المركز. حتى اللحظة لم يكن هناك تبليغ عن أي إصابات أو سقوط مباشر في هذه المناطق. قبل قليل كان هناك في تقارير واردة بأنه المسؤول عن ملف الأسرى الإسرائيلي قال هيرش أيضا سيجتمع بممثلين عن الصليب الأحمر بدون الإعلان عن أي شيء بخصوص هذا الاجتماع ولماذا تم تحديد هذا الاجتماع أو متى سيكون، ولكن هناك تقارير واردة بأنه سيكون هناك اجتماع لمسؤول الملف مع الصليب الأحمر. أيضا من الجدير بالذكر بأنه قوات الاحتلال تعيد وتكرر في كل تقاريرها في خلال الساعات الماضية وحتى اللحظة بأن هناك عملية عسكرية برية ستكون قريبة جدا، برغم كل التقارير التي صدرت بأن هناك خلافات في داخل الكابينات الحربي بخصوص العملية العسكرية، متى ستكون وكيف ستكون، إلا أنه المتحدث باسم الجيش في كل بيان يخرج فيه يؤكد بأن هناك عملية عسكرية برية ستكون قاسية جدا. يعني التأكيد المستمر على قساوة هذه العملية، هل هو يعني هو تهديد لأناس؟ حتى قبل قليل أصدروا تقارير يدعون فيها بأنه حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة كانت قد فقدت أكثر من 50% من قدرتها على السيطرة على جنوب ووسط القطاع، وأنهم أيضا فقدوا مجمل قدراتهم العسكرية، على الرغم بخلاف لتقارير عسكرية عربية وإسرائيلية وردت أمس بأن القسام والمقاومة الإسلامية في القطاع لم تستخدم حتى اللحظة أكثر من 25% من قدرتها العسكرية، سواء البشرية أو المعدات لم تستخدم أكثر من 25%. نعم، وربما أيضا الدليل على ما تفضل به إطلاق الصواريخ قبل قليل ووصول هذه الصواريخ إلى محيط القدس المحتلة تحديدا إلى بيت شمش. هكذا هو المشهد مشاهدينا من جنوب
فلسطين المحتلة، في إطار أيضا المتابعة، في إطار هذه التغطية المستمرة مشاهدينا، الميادين كما عودتكم هي تنقل وتستمر في هذه التغطية عبر شاشاتها، عبر منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام، تيك توك حتى. بإمكانكم متابعة البث المباشر في موقع الميادين، الميادين.net بلغاته الثلاث، العربية، الإنجليزية والإسبانية. البث المباشر عبر اليوتيوب عبر كتابة الميادين لايف أو الميادين مباشر. ولمن يريد أن يتابع لحظة بلحظة على جواله على هاتفه بإمكانه ذلك عبر حساب الميادين في تطبيق تيليجرام الميادين عاجل. في إطار هذه التغطية في المواقع في الأونلاين تنضم إلينا الزميلة بسان أبو حامد مشاهدينا أيضا لتأخذنا في جولة على أبرز ما نشرته مواقع التواصل الاجتماعي وتم التفاعل معه من قبل الجمهور، جمهور مواقع التواصل الاجتماعي. إليك بسا. تحياتي عبد الرحمن. على مواقع التواصل الاجتماعي هناك جبهة افتراضية يخوضها نصروا القضية الفلسطينية، يخوضها كل من يرفض الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة. هناك الكثير من الفيديوهات والمنشورات، سنستعرض بعض هذه الجوانب في هذه الجولة عبد الرحمن. نبدأ من المظاهرات التي كانت يوم أمس في تل أبيب للمستوطنين الذين كانوا يطالبون رئيس حكومة الاحتلال بالإفراج عن أو السعي بالإفراج عن المعتقلين في غزة. هذه المظاهرات الكبيرة جدا كانت موقع تداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن ليس عبد الرحمن بسبب ضخامة هذه المظاهرات، لكن بسبب الحركة الذكية كما وصفها الناشطون على مواقع التواصل التي قامت بها القسام عقب هذه المظاهرات التي نادت وناشدت كتائب القسام بأخذ نتنياهو والإفراج عن الأسرى في قطاع غزة. قامت القسام بالإعلان بأنها قد عرضت على الاحتلال أن تفرج عن رهينتين دون حتى مقابل، يعني لأسباب إنسانية، إلا أن الاحتلال رفض هذا، وهذا ما أعاد إشعال الشارع الإسرائيلي مرة أخرى وازداد يعني توهجا. يقول الكاتب الفلسطيني رضوان الأخرس: نجحت كتائب القسام في نصب فخ سياسي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، فقد أفرجت يوم أمس عن أسيرتين تحملان الجنسية الأمريكية لدواعي إنسانية، واليوم عرضت الإفراج عن أسيرتين إسرائيليتين لأسباب إنسانية قاهرة، إلا أن الاحتلال رفض الأمر، وتريعة الاحتلال أنه لا يريد أي وساطة أو تحرك في هذا الملف في هذه الفترة. والسؤال الآن داخل الكيان: لماذا قبلتم استلام الأمريكيتين ورفضتم استلام الإسرائيليتين؟ عمر يقول: والله هذه الحركة من برا المنهج أبو عبيدة، تحية للعباقرة الذين يديرون العملية السياسية. هذه المرة قررت المقاومة أن تنقل صواريخها للمعسكر الداخلي للعدو، وبحيث تهب العواصف ضد نتنياهو من شعبه نفسه. أيضا عبد الرحمن كان هناك انتقادات كبيرة لازدواجية المعايير التي يتبعها الإعلام الغربي تجاه المجازر والإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة. هذا الكاريكاتير يعني يوصف الفرق كيف يتعامل الغرب تجاه أوكرانيا وكيف يتعامل تجاه الفلسطينيين. تجاه أوكرانيا يعتبرون أن السلاح الذي يحمله الأوكرانيون في وجه روسيا هو دفاع عن النفس، أما الحجارة التي يحملها الفلسطينيون في وجه الإسرائيل فهي تعتبر إرهاب. أيضا على مواقع التواصل عبد الرحمن هناك سيل لا يتوقف من القصص الإنسانية المؤلمة التي تأتينا بسان. أبو حامد زميلتنا في الميادين أونلاين، نعتذر على مقاطعتك، ولكن نحن يجب أن ننتقل مشاهدينا لمتابعة هذه المشاهد من بلدة دبين، حيث يشيع حزب الله أحد شهدائه الذي ارتقى في المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية للبنان، الحدود الشمالية مع فلسطين المحتلة. إذن هذه مشاهد مباشرة من بلدة دبين الجنوبية في جنوب لبنان لأحد الشهداء الجدد، لأنه شهداء حزب الله الذين ارتقوا في هذه المواجهات، يعني باتوا أكثر من 10 شهداء، على ما أعتقد حوالي 14 شهيد في هذه المواجهات المستمرة. وهذا الصباح استمرت هذه المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مواقعه على طول الحدود مع جنوب لبنان بالأسلحة المناسبة، كما كان قد أعلن حزب الله في بياناته المستمرة والتي يعلنها بعد كل عملية. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الآن يصرح مشاهدينا بأن المنطقة على برميل بارود، وأي خطأ آخر يمكن
أن يفجرها. سنبقى ونستمر مع هذه الصور مشاهدينا، ولكن أيضا هنا ننتقل للدكتور مكرم خوري مخول لنعلق على هذا العاجل الوارد الآن على شاشة الميادين. هذا تكرار لموقف وزير الخارجية الإيراني دكتور مكرم، ونستمع قليلا لوقائع التشييع الذي ننقل صوره مشاهدينا مباشرة من بلدة دبين جنوب لبنان، ثم نعود لنحلل هذا الموقف مع الدكتور مكرم. إذا نستمع مشاهدينا. بسم الله. يا ودم عمره 25 سنة، يا ودم من بعد أمكم كرامنا الشهيد، بس بدنا نقدم قسم إذا مشاهدينا. نستمر معكم في هذا النقل المباشر لهذه الصورة من بلدة دبين جنوب لبنان، حيث يشيع حزب الله أحد شهدائه الجدد والذي ارتقى بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي أثناء القيام بعمليات تستهدف مواقع الاحتلال الإسرائيلي على طول الحدود مع جنوب لبنان، هذه الحدود التي تلاصق الحدود في شمال فلسطين المحتلة. دكتور مكرم، كنت أسألك عن موقف وزير الخارجية الإيراني، ونحن نواصل متابعة نقل هذه الصور من بلدة دبين جنوب لبنان. هذا موقف يتكرر الآن بأن المنطقة على برميل بارود وأي خطأ آخر سيفجرها. كيف نحلل هذا الموقف من الوزير عبد اللهيان الذي نذكر بأنه يكرر هذا الموقف الآن؟ صلى على محمد وآل محمد. نعم أستاذ عز الدين، لفتني الآن مشاهدة تشييع من دبين، ومن تحليل سريع نرى أن هذه الجنازة هي جزء من عملية المقاومة. نحن سمعنا موسيقى حزينة ونرى الأعلام ونرى فقط الحضور الكبير أيضا للدقة. شهداء حزب الله بات عددهم الآن 19 شهيدا في هذه المواجهة. تفضل دكتور. نعم، نرى هنا ظاهرة مهمة وهي إقامة الجنازة أو الموكب التشييع العلني والعام، واستعمال الرموز مثل الأعلام والموسيقى، وهذا الحشد الجماهيري يدل من تحليل سريع على أن الجنازات أصبحت جزء من عملية المقاومة، وهي رمزية للتفاخر والفخر ودعوة للتجهيش وللموقف الصلب لحاضنة المقاومة. هذه مسألة مهمة، لأن للجنازات هناك يعني حقل في السوسيولوجيا السياسية ومعاني هذه الجنازات، وهذا شيء لافت ومهم جدا. ونحن نرى علم حزب الله ونرى هذا الحضور الكثير الكثيف وهذه التحيات والاحترامات. ربما دكتور أيضا أضف إلى ذلك أنه حزب الله كما ذكرت حضرتك يعلن عن الشهداء، أسماء الشهداء يشيعهم علانية ويفتخر بهم أهاليهم كما نرى، لأنه يعتبر ذلك هو نوع من أنواع البطولة. في المقابل نشاهد أنه بالاحتلال الإسرائيلي من تلك الناحية من تلك الجهة، لاحظ معي أنهم يخفون الأعداد ولا يتحدثون عنها، وهذا لافت، مع الإشارة بأن وزير الخارجية الإيراني يقول الآن أيضا أو يكتب الآن على تويتر على ما أعتقد، إذا لم توقف واشنطن ووكيلتها إسرائيل الإبادة الجماعية في غزة فورا فإن المنطقة يمكن أن تخرج عن السيطرة بأي لحظة. نعم هو تماما، أولا هذا ليس الموقف أو التصريح الأول حول ما يجري الآن في الحلبة الدولية، ولكن أعتقد بعد أن لم تسفر قمة القاهرة أمس ورغم الجهود العربية، ويجب أن نكون صريحين، كانت هناك جهود عربية وأيضا بالتحديد من الرئيس المصري السيسي وجامعة الدول العربية والأمين العام المساعد السفير حسام زكي، كانت هناك جهود ولكن لم تنتج ولم تسفر عن تأثير على المنطقة
الموقف الناتوي والأوروبي عموما، لأنهم ورغم الخلافات الداخلية في أوروبا إلا أنهم خضعوا للموقف الصهيوني-أمريكي. وهنا يأتي موقف وزير الخارجية الإيراني الذي يقول: أما وقد رفضتم توقيف هذه الإبادة ضد قطاع غزة وعدم الإعلان عن هدنة أو هدنة حرب أو وقف لإطلاق النار، فنحن الآن ندخل إلى مرحلة كثيفة من المشاورات، وممكن جدا أن تنفجر الأوضاع، لأنه إذا لم تفلح الجامعة العربية بوقف هذا العدوان الإبادي، إذن يجب أن يقوم طرف آخر بوقفهم. ومن الذي سيوقف هذا العدوان؟ كما يبدو فقط جبهة المقاومة ممكن أن توقف هذا العدوان. سيكون طبعا من التراجيدي أن تدخل المنطقة إلى حرب من هذا النوع، ولكن كما يبدو أنه في كل السيناريوهات إن أرادها الاحتلال الإسرائيلي أن تكون حربا، فيجب أن تكون حربا، لأن هناك طبعا موازين غير متوازية. أنت لديك دولة نووية تحارب شعب أعزل، لا بل تبيده. نحن حتى لا نعرف إن أصابت أو قتلت قوات الاحتلال أي من المقاومة الفلسطينية. يبدو أنها لم تصب أحدا غير عدة بعض القادة السياسيين مثل وزير المالية وإلى آخره. هذه ليست شطارة. إذن هناك ميزان غير متوازي، ولا يمكن للعالم أن يستمر بالتفرج بمشاهدة الشعب الفلسطيني يدمم وينزف ويقتل ويباد أمام الشاسات. هناك طرف يجب أن يأخذ موقفا، ومفضل أن يكون هذا الموقف موقفا سلميا، ولكن لم يكن موقفا سلميا فسيكون كما يبدو حربا. وللأسف رغم الاستعمال الدولي كما يقال بالفرنسية ألاغير، يعني الحرب هي الحرب، ويجب على البعض أن إما أن يتصرف على أنها حرب حاصلة ووقعت، وإما أن يفهم أنه عليه أن يستخلص العبر وينتهز الفرصة. وهنا أدعو مرة ثانية دكتور فقط اسمح لي أن أشير موقفا كبيرا، ويقطع النفط ويستعمل سلاح النفط ضد الحلف الصهيوني-ناتوي الآن. وهذه أنت حضرتك فكرة أو نداء أطلقته في بداية هذه التغطية، وتعود الآن ونحن نقترب من ختام هذه التغطية للتذكير به دكتور مكرم. أيضا نشير للمشاهدين بأننا الآن على شاشة الميادين ننقل من جنوب لبنان، من أكثر من منطقة، الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة، من بلدة دبين هناك تشييع لشهيد، وهناك تشييع لشهيد آخر أيضا ارتقى من بلدة الصوانة. نتابع أيضا هذه المشاهد. هذا الجنوب مشاهدينا الذي لم يبخل يوم من الأيام لتقديم الدماء على مذبح الوطن، على مذبح لبنان، من أجل تحرير الأرض التي احتلت منذ العام 1978، وقبل ذلك أيضا منذ العام 1948، وكان الاحتلال الإسرائيلي يقدم الأراضي اللبنانية إلى حين التحرير في عام 2000، إلى حين أيضا رد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة من عملية تصفية الحساب عام 1993 أو 91 إلى عناقيد الغضب إلى عدوان تموز، والآن يستمر أهل الجنوب بتقديم الشهداء وتقديم التضحيات على مذبح الوطن، وهم لا يبخلون بذلك. واليوم دفاعا عن فلسطين ومن أجل الوقوف إلى جانب إخوانهم في فلسطين، وتحديدا هذه الأيام في قطاع غزة. دكتور مكرم، هناك نقطة يجب أن أسألك عنها، هو موضوع المشهد الكبير الذي رأيناه في لندن بالأمس، والمشاهد الكبرى والتحركات الكبرى، يعني كان حشد هائل بكل صراحة. كيف يمكن أن نفهم هذا الحضور الكبير بالأمس في شوارع لندن، وأي رسالة وصلت إلى حكومة ريشي سوناك؟ بداية نقول أنه عندما نتكلم عن الغرب يجب أن نتكلم عن الغرب كوم وبريطانيا كوم. هذه بريطانيا العظمى التي رغم أنها ليست إمبراطورية، ولكن هناك فيها إمبراطوريات إعلام وأباطرة ساسة. ثانيا، عندما نتكلم عن الموقف الأوروبي والبريطاني يجب أن نفرق ما بين موقف الشعوب وموقف الحكومة. موقف الشعب البريطاني وكل الشعوب الأوروبية مناصرة للشعب
الشعب الفلسطيني وما رأيناه من مظاهرة، ورغم الشتاء زاد عدد المشاركين عن 300,000 متظاهر، هي ثاني أكبر مظاهرة منذ مظاهرات ضد الحرب على العراق قبل 20 عاما. لم تخرج مظاهرة كهذه منذ ذلك الحين، وبالتالي فإن الحكومة البريطانية أخذت تتراجع بعد التهديدات القانونية ورد فعل الشعب. والآن نرى كل دكتور، يجب أن أذهب للزميل أكرم دلول المتواجد في غزة، لأنه على ما يبدو أكرم الاحتلال يستمر في قصفه للأحياء السكنية في قطاع غزة ومزيد من الشهداء، مع الإشارة إلى أنه أحد الزملاء الصحفيين أيضا صحفي مصور قد استشهد قبل حوالي نصف ساعة. أكرم. نعم، هو المصور الصحفي عبد الرحمن، المصور الصحفي رشدي السراج ارتقى بالفعل قبل قليل في غارة إسرائيلية استهدفت منزله في منطقة تل الهوى إلى الجنوب من مدينة غزة. وبالمناسبة هذه المنطقة ما زالت تتعرض لغارات إسرائيلية عنيفة وفق وزارة الداخلية قبل قليل. هناك عدد من الشهداء والجرحى في استهداف لعدد من المنازل في منطقة تل الهوى. طبعا الاحتلال على ما يبدو بدأ يأخذ يعني سياسة الأرض المحروقة نموذجا في عدوانه وإرهابه المتصاعد على قطاع غزة، وبالتالي هناك مئات آلاف الفلسطينيين ما زالوا داخل منازلهم ولم يستسلموا لقرارات أو يعني تهديدات الاحتلال بإخلاء منازلهم. هؤلاء منذ الليلة الماضية وهم عرضة للاستهداف الإسرائيلي دون أي رادع في حي الزيتون والشجاعية وحي النصر وكذلك الشيخ رضوان ومناطق المخابرات والكرامة، كل هذه مناطق تتعرض لأحزمة نارية إسرائيلية، مع العلم أن هناك أعداد كبيرة من المواطنين والسكان ما زالوا داخل هذه البنايات. والمعلوم أيضا بأنه البنايات يعني أو المنازل لم تعد كما كانت في السابق، يعني هي تجتمع فيها أكثر من عائلة في قطاع غزة، ولكن هذه المنازل باتت اليوم أمام مرأى العالم تسوى بالأرض على رؤوس ساكنيها. والقصف الإسرائيلي حقيقة يعني امتد قبل قليل ليطال منازل في مخيم جباليا وكذلك في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة. هناك عدد من الشهداء والجرحى بحسب ما تؤكد لنا المصادر الطبية. حتى الآن كما نلحظ يعني جثامين الشهداء للأسف الشديد تأتي متفحمة، أشلاء ممزقة نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية. وبالمناسبة هناك تحذيرات مستمرة من كارثة بيئية وصحية في ظل وجود يعني أكثر من 1500 شهيد ما زالوا تحت الأنقاض منذ بدأت إسرائيل هذه الحرب المدمرة وحرب الإبادة على المدنيين العزل. هناك طبعا ضعف كبير أو شح بالأحرى في الإمكانات اللازمة للتعامل مع هذا العدد الكبير من البنايات التي تم قصفها، بالتالي تركت يعني جثامين الشهداء تحت الأنقاض بانتظار ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع هنا في غزة. إذن هكذا هي الأوضاع مشاهدينا، مستمرة في غزة، يستمر هذا القصف الإسرائيلي وهذا العدوان على المدنيين المتواجدين في منازلهم في هذه الأحياء السكنية من دون تحقيق أي أهداف عسكرية كان قد أعلن عنها الاحتلال الإسرائيلي، وهذا ما يؤكده مشاهدين إطلاق الصواريخ من قطاع غزة والتي انطلقت ونحن في خلال هذا الجزء من هذه التغطية من الميادين حيث وصلت إلى بيت شيمش بالقرب من القدس المحتلة. ونذكر مشاهدينا بأن حزب الله يواصل حزب الله وأهالي البلدات الجنوبية أيضا يواصلون تشييع عدد من الشهداء الذين ارتقوا في المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي التي تحصل يوميا منذ عدة أيام حتى هذا اليوم على طول الحدود مع شمال فلسطين المحتلة، حيث تستهدف المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله هذه المواقع الإسرائيلية بجنوب لبنان. ونشير بأن التشييع الآن في بلدتين، بلدة دبين وبلدة الصوانة، حيث تشيعان أبناءهما اللذين ارتقوا في هذه المشاهدات. معنا من الصوانة جنوب لبنان الزميل عباس صباغ، مع الإشارة مشاهدينا بأن حزب الله أيضا يزف الآن الشهيد علي يوسف أبو خليل ذوالفقار من بلدة القليلي جنوب لبنان، وارتقى أيضا في المواجهات مع الاحتلال عند الحدود الجنوبية. إذن عباس لو تنقل لنا أيضا أجواء التشييع حيث تتواجد أنت في بلدة الصوانة.
نعم تحية لك عبد الرحمن مشاهدين المدينة. هذه البلدة بدأت صواني تشيع بعد قليل الشهيد إبراهيم حسن عطوي الذي ارتقى خلال قيامه بواجبه، وبالتالي يعني الجموع غفيرة تنتظر وصول جثمان الشهيد لتكون هناك المراسم وتأدية الصلاة ثم يوارى الثرى في جبانة بلدته الصوانة. يعني هؤلاء الأحبة الذين على خط هذه المقاومة كان لهم بعض الكلام قبل التشييع بأن من يسقط شهيدا هو على طريق القدس على طريق فلسطين. طبعا والد الشهيد تحدثنا معه قبل قليل قال بأن كل ما أملك كل ما لدي هو في سبيل فلسطين وعلى هذا الخط. الأجواء هنا بطبيعة الحال يعني أجواء تشييع، لكن هناك يعني الكثير من الفخر والعزة بشهادة هؤلاء الشبان على طريق المقاومة وعلى طريق فلسطين. يعني أكثر من بلدة تشيع في هذه الأثناء شهدائها، والأجواء هنا في أجواء تشييع بطبيعة الحال، لكن كل من صادفناه في هذه البلدة والذين ينتظرون وصول جثمان الشهيد يقولون بأننا على خط هذا الخط فداء للمقاومة وفداء لغزة وفداء لفلسطين، وما نقدمه هو يتكامل مع ما تقدمه المقاومة في فلسطين في وجه جيش الاحتلال لوقف مجازره وإبادته بحق الفلسطينيين. وجزء من المواجهة هي في لبنان بطبيعة الحال، وهذه الشهادة اليوم ومن سبق من قبل الشهيد إبراهيم عطوي هم على هذا الخط بحسب ما يؤكد الأهالي في هذه البلدة وفي البلدات الأخرى. نعم على كل حال هذه المشاهد إذا ما أكدت على شيء، هؤلاء الشهداء إذا ما أكدوا على شيء أيضا بارتقائهم في هذه المواجهات هو التأكيد على أن هذه المقاومة قولا وفعلا تقف إلى جانب المقاومة الفلسطينية في هذه المواجهة التي تخوضها المقاومة الفلسطينية بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي عبر طوفان الأقصى، عبر الثورة الكبرى، عبر الصمود والثبات والتشبث اليوم بالأرض في ظل محاولات إسرائيلية باتت معلنة لتهجير أهالي قطاع غزة من أماكن تواجدهم باتجاه الأراضي المصرية. والبعض يتحدث أنه المشروع أكبر من ذلك، هناك يعني محاولات إسرائيلية حتى يمكن أن تكون لتهجير أهالي الضفة الغربية باتجاه الأردني. هذه التغطية مشاهدينا مستمرة من الميادين. أشكر دكتور مكرم خوري مخول مدير مركز أوروبي لدراسات التطرف في جامعة كامبريدج كان معنا من لندن. أشكر الزملاء أكرم دلول من غزة، علي مرتضى من جنوب لبنان، نسرين سلمي من رام الله، والصحفي باسم زيداني من جنوب فلسطين المحتلة. تغطيتنا من الميادين مستمرة مشاهدينا، طوفان الأقصى مستمر، هذه الثورة الكبرى للشعب الفلسطيني.